حسين محمد ربيع رئيس قطاع مطاحن الفيوم. بالنسبه لاستعدادات مطاحن الفيوم بالنسبه للصوامه لاستقبال تواليد الامن، عايزين ناخد فكره عنه. هو المجمع هنا بيحتوي على ثلاث اماكن لاستقبال الاقماح. في مكانين عباره عن شون اسمنتيه اللي هي شنيه العزب وشنيه ابشوان، وفي المجمع الرئيسي ده، وده بيحتوي على خمس صوامع، سعه كل صومعه 5000 طن باجمالي 25000. هيتم استقبال الاقماح المصريه خلال ثلاث خلايا فقط، يعني 15000، والخليتين التانيين دول معدين لاستقبال الاقماح المستورده. طب سيادتك، لو الجميع الصوامع دي اتملت او في بديل احتياطي للقمح تشوي؟ هي دي بتبقى قصه محافظه الفيوم نفسها، والبي المحافظ عامل استعداداته لاستقبال الاجمالي الكميه المزارعه في محافظه الفيوم كلها. لكن وفي اكثر من اماكن فيها صوامع معده لاستقبال الاقماح دي، يعني ده وضع استراتيجي معداه المحافظه بقياده المحافظ. لكن انا بتكلم على المطاحن، انا سعتي لاستقبال الاقماح حوالي 32000 طن هذا العام. طب سيادتك، في شروط او قيود بالنسبه للورد؟ الشروط والقيود طبقا للضوابط اللي هتصل من الوزاره نفسها. طب الوزاره نفسها هتلزمني كذلك السعر، من ضمن الضوابط السعر، السعر وآلية الاستقبال والكلام من ده والدرجات، وكل دي ضوابط ونظم هتوصلنا، دي بيتم توزيعها من خلال الوزارة وهتيجي. لابد طبعا، دي ضوابط رسمية هيتم الالتزام بها من قبل الدولة. طب بالنسبة للقمح اللي بيجي ستك من الفلاح، في عملية فرز ليه مثلا؟ طبعا بيتم الفرز عن طريق لجنة محددة، اللجنة دي بتضم لفرد من الصادرات رئاسة لجنة، وفي فرد من التموين مهندس يعني من الصادرات، ومهندس من التموين، ومهندس من الجهه المسوقه. يعني احنا بالنسبه لنا المطاحن في الثلاث لجان دول هيبقى فيه مهندسين مختصين لتحديد قيمه الدرجه طبقا للفحص الظاهري. في درجات انواع بقى؟ طبعا في الاقماح بتختلف تقييمها من حيث درجات نظافتها الى ثلاث انواع، في 23.5، وفي 23 درجه 23 قراط، وفي 22.5 طبقا لمحتوى الشوائب الموجوده فيها. كل درجه بيبقى لها سعر، اقلهم طبعا ال 22.5، الوسط اللي هو 23، اللي هو الجيد اللي هو عدم المحتوى على شوائب بيبقى 23.5. بتحدد قيمه السعر طبقا للدرجه دي.